dugsiyada Nuruddin Nuruddin Schools. Hanay Nuruddin ya qonto gamkede, hanay Nuruddin ya chaligi hesaugo, hanay Nuruddin ya qonto gamkede, hanay Nuruddin ya chaligi hesaugo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كون اللباد أو مناكسن ومعلم المصطفى حسين جامع وينوجد بنا يا مادة التربية الإسلامية فصل كسديدات أرضي هي شلي أم بعشر كي مالتي هراء أن صوق عضني وعوها عشر كي كهدلي الخارج من الأرض وحن صوش عجني الخارج من الأرض إنه صدح نوعي هي الماء الحبوب والثمار ونوع كمدا الخارج من الأرض وحكروا كمدا المعادن وحكروا كمدا الركاز ما أنت وحنو كروا قاضني ليلس كعشر كاسبان وقاضني ما أنت ليلس كابان هتو الله يلحظه سوى ذا شر أهو قبض الشقين دونا ليلس كأن قبض الشقين هتو وحول التدريبات وحكوب لابي أجب عن الأسئلة الآتية سؤالك وبعدها هيد أذكر أنواع الخارج من الأرض شاك نوعي ذا بلوك صباح الخارج من الأرض وحها هايان صدح بها هايان الحبوب والثمار بها هايان يوحها هايان المعدن يوحها هايان الركاز سؤال شاء الله بعض وحين ودي ما الدليل على وجوب زكاة الحبوب والثمار محاو دليل الحبوب والثمار إن زكاة القبحية وحاو دليل آيدي لهايلي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض آيدي أصبا دليل هاي تاصبا تقريسا سؤال شاء صدح هذا متى يجب العشر ومتى يجب نصف العشر في الحبوب والثمار مركان سومر إنه حبوب والثمار وليبا عوانك أها طرق سقي طرق سقيها قابك الله ورابيه وأن يقول صحك لقادمي بلا كلفة بكلفة نصف القادمي هذا سؤال شو حوي متى يجب العشر عشر يقول قرما لقى بحياة درتي وحل قى بحياة شوابت و بكل بلا كلفة مركيتها بلا كلفة مركيتها هاو الآن أيالا بحياة عشر متى يجب نصف العشر نصف العشر كواحلة بحياة مركة أي تهاي بكلفته بلا كلفة هي بكلفته سؤال شاء أفراد ما مقدار النصاب في الحبوب والثمار حبوب والثمار كا نصاب كو قدر كو قوى انت شباب توحوي هل باقي هوري هدان اقنوا خمسة أوسق صاع هدان كا اقنوا 300 صاع هل باقي معاصر هدان اقنوا 653 كيلوغرام سؤال شناد ما هو المعدن والركاز معدن كمحوية هاي معدنكو سيدبوغا كقرن وكل ما اتصل بالأرض كل ما خرج من باطن الأرض أو على وجهها بهيد أي أهيد معدنكو واكا سيدبوغا سيدوغيا له ركازكو نوا دفين الجاهلية قالضو وحي أصيل سؤال لحاد أضم بيساء ما الفرق بين المعدن والركاز معدن إيا ركازكو فرق أود حيا محيهين معدنكو وحلا بحنشري ربع العشر ربع عشر قيمة الخارج بل بحنشري ركاز كنا خمس بل بحنشري ركاز كوحلا بحنشري خمس قيبتها سوى قيبتي أهاي كجواب قيبتها لبعض باء وضع علامة صح هي علامة خطأ أمام العبارات التالية سؤال شكو بادو حولي لا يشترط لوجوب زكاة الحبوب والثمار النصاب حبوبك لو مشترطيو واجب زكاتك واجب من زكاتك حبوبك حبوبك ملها لو مش شرطية النصاب وخلت الكاسي نصاب ولا شرطية الكاردية هي واحد دقيسة على مدى خلط بعض دقيسة وحلو شرطية نصاب لا يشترط لحبوب لوجوب زكاة الحبوب النصاب لو مش شرطية وخلت وياه مقدار نصاب الثمار خمسة أوسق مقدار نصاب الثمار خمسة أوسق ثمارك نصاب وحقوق على شن وسوق شباب ثمارك وصحوي لا زكاة في الأرز برزقك مجر وايو لأنه ليس من الثمار ثمارك كمد ماءها تاسوا خندوي سؤال أفراد الحبوب مله مثال متصال أيه الخارج من الأرض وحلول كصباح طبعا واصح شباب تاسوا ساسكوس حسنت هاي
المعادن معدنك ما يستخرج ووحي لصوصارة من الأرض دولك لك صوصارة كالذهب سيدة ذهب كوكرين سنوا صح ويان ومعدنك وأشدوك وأصل الركاز ركازك وما يؤخذ ووحلق قاضو من الكفار غنيمة غنيمة هلا قاضو طبعا وخلد وحنا خلد لقيا غنيمة غنيمة وقارضة وحي لقى قاضو حالة دقال مركز الجر هل كاس ليلسكو انت اسمي نقول ماضي ما انت وحن قاضون دونا عشر عصوب ايام قاضون دونا هدو الله يرحضو انت اسمي حي ليلسكي عشر كي هوري ما انت عشر كسد حاد بان قاضونا اكمل عتب كنا العبادات الدرس الثالث عشر كسد حاد زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة وزكاة الذهب كا يفضضة نقود والعاتي عروض التجارة وألابتي بقاشك وحولي نوصل صعدة الأموال التي تجب فيها الزكاة حولها الزكاة اللي قبل حيو أيها ولي نوصل صعدة أفر بيئة هايين لابا نصوه قادني ما أنت نوحا مقادنا كي صدحات من قادنا كي صدحات نوا زكاة ذهبك إيو في الضوضة واللوغة شايدو الصلفرتي أم بقالك النقود والعاتي وعروض التجارة هي ألابتي بقاشك ألابتي بقاشك هاي وحلي اولا زكاة الذهب والفضة زكاة الذهب والفضة والنقود زكاة ذهب كهيد هي فضة هيد هي النقود لعت ولا زكينا يا كواسي وحنا لو زكينا يا يد الله مريو دليل الشيء يا ومن القران وحرير ودليل وجوب الزكاة زكاة واجب من دليل كيدو فيها إني كوالا صوشة جايزة كذبيني واجب يكتها قوله تعالى رب سبحانه وتعالى هذا الكويري والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذين كو يكنزون كيدنيي الذهب ذهب ككيدنيي والفضة فضة يقال كان كيدنيي ولا ينفقون آم بحنين في ولا ينفقونها آم بحنين ذهب كيف فضي في سبيل الله إلهي درتي أنو بحنين فبشرهم وبشاركوا بعذاب عذاب وبشاري أليم كرل كنزيغا علماء مركة فصيرة يعني وحي كوشيغان المال الذي لا يخرج زكاته وحولها أن زكاة لغا بحن أيال إله كنز قفك عضيه مال يدهب وهيشتو أو أن زكاة وكبحن كنز بالا إله سادرت الآياد وقودي قيا وعيد كوكي مادة آياد وكوة كيتصان إياه أن كبحن زكاة ذهبك يفضل أيضا أسبق دليله إن زكاة الذهب والفضة أي واجب أيضا وحولي تجب الزكاة حتى بس زكاة واجب أهان في الذهب والفضة الذهب كيف فضضه زكاة واجب أهان والنقود يلا عليه بشرطين لبشرط مرك الله يرى لبشرط مرك الله يرى زكاة الذهب والفضة وحين قنيان واجبين قنيان شرط يكوباد وأن يبلغ كل واحد منهما نصابا مد كستو كم إذا ذهب كيف الضدي وإن أقال نصاب نصاب إلي قال لور تشارب وصونا ونغضي لور تشارب ونشرحني ما أنتم مبهنين عن دول استهدنو وأنك قد بينا شرط الكوبات كاسوها نصاب وإن أقاله شرط الكوبات مضي سنة كاملة سنة دميسرا وإن يسوه رقا لبضاء شرطي هدي الله هلو زكاة الذهب زكاة الفضة زكاة النقود واجب إحانية هذا بقى نيجنو نصابكو انتبوي هاي نصابكو انت ابويا نصاب ونصو شيغي ان الذهب كيف ضد النصاب اي غران هذا نصاب الذهب والفضه والنقود صدح راسي محيهن انصبوا دي نصابكم محيه هرت انت انا نقد بين صورك وحا كم مقدا صدح صور بينو يالا صورك او باليه مدق وحد كو هوس قران الذهب وذهب كويان شولياشي لحرني بهلك كم مقدا وحا كو خيغا فضه كو خيتا وافرغلو ساد اركتان او فضه waxa ku xiga sawirka ugu dambeeya nuqud lacag ka dhex muuqda sawirkood ka dhex arkaysa marka kuwaas baa la yiraahdaa dahab iyo fidda iyo nuqud nisaab dahab iyo fidda iyo nuqud hadaa uu soo noqdo nisaab dahab iyo fidda iyo nuqud wuxuu yiri nisaab dahab iyo fidda iyo nuqud jadwalka ay arktaan jadwalku hawl badan buu baahan yahay sharax badan buu baahan yahay aan isla wada eegno si wanaagsan halii dhigisto wuxuu leey wuxuu jadwalkaasi waa dhowr khaanadood khaanada ugu horeeya waxa ku qoran annaw khaanada ku xigta waxa ku qoran nisaab khaanada saddexaad al miqdar al wajib ikhrajuhu wa rub' al ushra haddan ku bilaawno nooca kubad al dhahab dhahab goormu nisaab gaara
وحن ذهب كين زكاة بحية وواجب شروط بان واجب كوا هذا وحكم إذا إنه نصاب قارو هذا بالذهب وقرمو نصاب قاريا قرما يالون يقف كاسيو حايستا قدر زكاة ذهب كوا قاري قدر كاسيو محن غنكرا وحيري النصاب نصاب الذهب كوا وعشرون مثقالا لباتن مثقال وي عبر كاو الشيغي مثقال وشيغي وحوي وعبر كي أنبه البيقي واختي رسولك عليه الصلاة والسلام واختي سي أيا هالبيق لو قد جاي مثقال كمثقال كوا ميسان بوها وقت قال استعماله رسولك وحوليه حدي ذهبك 20 مثقال ونقضة وحواجب من زكاة القبحية ما أنت مثقال كلا ما هيو لكن بدل كيس بلا هي بدل كيسو أو جرام نحن قلنا يا بدل كيسو 85 جراما شني استيت جرام ويان 20 مثقال هدي جرام أدوب بدل شد وحنا قلنا يا شن يستيت جرام أيو نقول يا قف قاضو شني استيت كا جرام هايستو أنبع 20 مثقال هدوها هايستو محا واجب أهين بحيه قدر انت لك باك واجب أهين بحيه وحر المقدار الواجب قدر كواجب كإخراجه إنه بحيا ربع العشر ربع العشر وي واحد في ليا ربع العشر كائنا نصائر جني مركا نكحد لني زكاة المعدن ربع العشر كوا هل لو قبيي أفرت ربع العشر هداد مغشد وهل لو قبيي أفرت معنى حوله أذهي سيبا توم يرود وشمينيسا توان كان ميرود ماشى طبناد اياد افر ميرود سيكل جبنيسا ديتنا تيرد وحساب حيسا marka loo bedelo qorma xisaabeed hal loo qabiya afart hal loo qabiya afartan waa ruba al-ashr idan dhahab haday noqoto fidda haday noqoto ma nuqud haday noqoto ashyaadaasi waxa laga bixinaya markay nisaab ay gaadhaan ruba al-ashr baa laga bixinaya ruba al-ashrna waa hal loo qabiyay afartan al-miqdar al-wajib ikhraj waa ruba al-ashr هلك هو حينو يلا حساب بقول لي 2.5% لا بد بعشان بقول كي بقى ينو يلا هالكاس حساب تاسيس أي كنت ماضي حساب تاسيس واحد كنت ماضي أفر هالمركز أفرت مو قيبيسيد بقولنا أتكسي دفتيد واحد كل صباح يلا لا بد بعشان حساب هان هذا نكش غينو هال قيبي أفرت هال قيبي أفرت مركز واحد صباح حساب واحد صباح يا 0.025 أي صباح هي، وإبر لبيع إبر لوا شن، أنت أمرك بقول كسي لفتيدنا وحكون صباح هي لوا لبيع شن بحكون صباح هي، معناته حوي واحد بحين يصير مركب بقول لي لقدر يقو واحد بحين يساب بقول كيبا لوا لبيع شن أياد بحين يساب واحد هيس، الفضة إذن فضة مركب بدر كده بحين يصير محيلو نصف العشر. نصف واحد كذا ونصف مثقال عفوا نصف عشر ما هو نصف مثقال لباتن مثقال بده هيسي لباتك مثقال أفرت مقيبي نوار ربع العشر مرك أفرت مقيب شيء وحقوس وبحياة هاف وحقوس وبحياة سدوي إمك وحقوق قرن 20 مثقال صوما ربع العشر كبح مرك ربع العشر أتكب حين سيد وحلو قد كذا أنت تهيسيد وأفرت مقيبي أنت تهيسيد محض قيبي نساء أفرت 40 بدنا حقوس وبحياة لباتن يا أفرت مركز مقيب سيد بحكو صباحي هاف هاف بكو صباحي 1/2 واحد على 2 بكو صباحي ويا هي نصف مثقال واحد لمد اه لبدي بيع بقول يشن لا تبال لمد اه او جرام معناته شن ستيتر هذا افرتون قيبسد وحكو صباحي لبدي بيع بقول يشن لا تبكو صباحي 2.125 جرام بكو صباحي كاسي واحد وي وذهب كوي نقودك انا في الضضع انا اجنو في الضضع نصاب كده ومئة درهم لابا بقول او درهم وي لابا بقول او درهم مركي قادو ايال غرن ايا ونصاب بي قادو لابا بقول او درهم وا درهم كي وقت قار رسولك صلى الله عليه وسلم لاستعمال جر بلسا امك محال استعمالا امك حال بيقى جرام بال استعمال لابا بقول او درهم وبدل جرام وبدل واحنا قلنا يشان بقول يشان يساقاشن جرام 595 جراما 595 جراما بين قنيان انت هدي اد وقيبسيد 40 هداد وقيبسيد لوضع بقول اي درهم هدي اد 40 وقيبسيد افرت هداد وقيبسيد مركا لا افرت وقيبي معناته حوايي وربع العشر افرت كان بالك لك مهما وحوايي وربع العشر كي ومقدارك واجبك ها ان لقى بحي شنبق لو بقول اي درهم واحد وقيبسا وقيبي افرت وحكو صباحيا شنبق وصباحي يا سو مركا درهم لقى ايغو هدي جرام لقى ايغو شنبق شنيسا غاشن جرام أفرت مقيبي وحكو صباحيا
أفريته وان دبيع ستيد بقول إيشانية ضواتن جرام باكو صباحية 14.875 باكو صباحي كاسنوا زكاة الفضة. النقود هذان اللي جنوا كي نقودن بيا النقود نقود هرتوا محي والله عكتي ويان أبى شيل هاتو أبى دولار هذا أبى ريال أبى وحكة له هذا نقود بلا إله هذا وورقة قفكم قاعد تقصيتو أي النقود لا إله هذا وحنا تجب النقود تجب الزكاة زكاة واجب أهان في الأوراق النقدية لعجها وراق راه نقد وأوراق أوراق دوية العكت دوية أوراق النقدية لعجها وراق راه زكاة واجب أهان إذا بلغت مركي قادو نصاب الذهب نصاب في ذهب كها مركي قادو وحال أسوريجو عليها وأسوريجو يضع الحول صنّت أسوريجو نصاب مركي قادو ولما نصاب كلوا جوا نصاب في ذهب كها لعك وقت الرسول كم يجري لكن ذهب بعد وحلا لبربر دقة يا أبقي مه ذهب كلو علنيا هذه لعكت ذا يسيد لقي من غطاه ذهب كي أنتي نصاب في ذهب كلقي من غطاه لعكت وحلا قلنا نصاب أي قاعد لعكتس صننا هوس ورقواي لو وضع شرطي مر والبوا لوردي يا شرطي قا إنه نصاب قالوا هي شرطي قا إنه صنط ولا ما رب إذا لعكت ذا يسيد وهذه سعينا يشين ستين جرام أي أودي قمتو هذا أودي قمتو معناته لعكت أسوي نصاب بيجاري هذا أنا أودي منا نصاب بيجاري كامر كذا هيشيد صنط بتو جسائن تي كود أو صنط كود ما نجي وحري فإذا كان هدوية هاي نصاب الذهب نصاب كي ذهب كهدوية هاي شين ستين جرام وقيمة الجرام جرام كقيميس ويا هاي وقت إخراج الزكاة حلقة زكاة الله بحنا يو قيميس هاي 50 دولارا كونتون دولار مثلا تصالحان فنضرب وحان قراعينا نصاب الذهب نصاب كي ذهب كهي لغو قراعيا بقيمة الجرام جرام كقيميس لغو قراعيا والناتج انت صوبح سنب محصول كصوبحيا هو وحو أسوي هالناتج هو يكون وحو هانيا 4250 أفر كون لها بقول يكونتون بوهانيا دولارا وحساب ير أباهن إن ير يرى ففاهنك بحيو وحن صور شيقني لعقها ما انت الاستعماله واختي رسولك ايه واختي كدن بي من ايشي لعقها اني واختي لو بي مادين مركا لعقتي ان هيي سيديبان كو اغان كرا انا لعقتها سنساب اي ايقادي وحن كو اغان كرا هورتا وحن لعقتها دهب كالو نقضي واي دهب كو ومرجع ايه هالبيق لو نقضي دهب كو امسو نساب كو قارا واشين استيتين قرام صوما لعقتن ان هايستو وحن ايقيا ما ايقون كرتا شن ايه استيتين قرام ما ايشاري كرتا أنا إيجي وحن كو إيجي كراه هرتا ذهب كجرامات كدولار أهان إمسو نقنية وأنا نصرف ليه يذهب لي سوق إنه أنتو صين يا هالك جرام يذهب هدو ذهب ليه ليه هالك جرام الذهب كوح صين يا كونتون بان صين يا كونتون دولار بان صين يا تصارع معناته واحد ويا شين ستيتن كي واحد إيمان يان أفر كون لواب بقول يا كونتون وحن كو إيمان يان مركز هيسيد هالك جرام كونتون دولار بودي ما تشين ستيتن واحد كله فتح كونتون كله فوق شن استيتن جرام وذهب اه واحد كل فنيسا كونتون دولار بات كل فنيسا وحكون صباح يا حساب اه افر كون لو بقول يا كونتون دولار هل كان واحد اوغاتي لعقت وقت هيسيد هدي قاعدو ترى افر كون يلا بقول يا كونتون هدي قاعدو معناته واحد وي لعقت اسي نصاب بي قاعدي وواحد اللي قيمته هاي شن استيتن كي جرام الذهب كنصاب كوها انت هدات هيسيد وحن نقول نساقف زكدي أي واجب يكون غطي لكن شرط اللواط بلوبه هي وآه إنه سند ولا ماذا تصاره قف بروحه هايستا شان يكون أضرب هايستا مية دولار نسا زكاة بالقولة هي طبعا تهاوى دولار نسا واحد دولار نسا شان يكون واحد صور عفته أفر يكون لباب بقول يكون طبي صور عفته إذن نصاب الذهب نصاب النقود وقف حضوه هايستا لعج جارسة أفر يكون لباب بقول يكون طن دولار حضوه هايستا أم بروح وقدي مشين كسومال لان وحاك واجب مركاين زكدي او كبحيو صننا حول ماضو عشر كان مانتا انت سكو ايجي هاي هالكاس بو عشر كوين نقوشو غيا كونان تدن بيقو وناكسن وان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.